احنا تنتفاجئوا ديرنيامون بانهم السلطات تتريب ولا تديت خويا هاد لاصال الباسكيت اللي معلمه ديال في الباسكيت ولا في الدار البيضاء من زاني 70 وزاني 80 مع لي جوز ميديتيرانيا. دابا تنتفاجئوا بانه كانت مركز ديال الباسكيت ديال لي سيكسيون الباسكيت والسكريم وكان كيستعملوا الاونتر الوناس الاخوان باش يديروا تبرع الدم ولا جمعوا التبرعات باش يمشيو لي فيلاج لي باتلان لي بعاد اكسيتيرا وتجويد القران ولا الاطفال الصغار اكسيتيرا. حنا تنشوفوا بان تديت خوي انسال باسكيت لان عباد الله ما يلقاوش فين يترينيو 500 طفل تتلعب الكره الباسكيت هنايا وما غادي يلقاوش راسهم فين يلعبوا مازال غادي لي زونكادرون ولي جون اللي خدام هنا غادي يتشردوا غيلقاو راسهم بلا غوفوني. الكافيتيريا حتى هي عباد الله اللي انفيستيو فيها لحد الان حتى هي رابات غادي نلقاو براسنا بليزيوغ سيكسيون غادي يريبوا مع الوقت سي بيان يكونوا دي اسباس فير في كازا مي لا تديت خوي انسال خاص يكون البديل باش عباد الله اللي خدام هنا ما يتشردوش. باي 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 انا كان بهذا المنبر كنحمل المسؤوليه للمكتب المديري ديال نادي الوداد لان هذا المشروع ديال حديقه الجامعه العربيه كنسمعوه من 2006 ولا 2008 دونك واحد 14 ولا 16 عام كنا عندنا الكومبلكس بن جلول. الكومبلكس بن جلول سي كومبلكس اومني سبور من حق اي فرع ديال الوداد انه يكون في الكومبلكس بن جلول. كنا كنسمعوا على بيسين اولمبيك بالكومبلكس بن جلول ما دارتش. كنا كنسمعوا على كان الهوند والفولي ما دارش لان كانت حنا كنا كنتفرجوا حنا باقيين صغار كنتفرجوا في الهوند والفولي بالكومبلكس بن جلول. فاليوم انا كنطلب من الناس ديال الوداد كره السله وعلى راسهم السيد رئيس السلعه الصادق مرشد ان هذا الشيء اللي كاين هنا اليوم هذا الشيء اللي غادي يريب يتهز ويتحط في كومبلكس بن جلول لان من حق الباسكت وسيرتو حنا كنصارعوا دابا الوداد في هذه السنوات الاخيره في الباسكت في كره السله فراه كتشوفوا البلاي اوف لعبات البلاي اوف والان راه وعندها ثلاثه ديال لي جوار في ليكيب ناسيونال بغير الوليدات اللي خارج اللي مشاو للفرق بعد فرق اخرى لكن وليدات على راسهم حراس. دونك حل الوقت باش نشوفوا بحال هاد الرياضات باش ما تضيعش. بعد ما ضاعت العاب القوى من الوداد ضاع الفولي ما بقاش وعده فروع ديال نادي الوداد اللي مشات. اليوم خاصنا ناخذوا عبره باش ما تضيعش لنا كره السله حتى هي. قبل كان الرئيس ديال الفرع كان كيكون منتخب دابا في القانون في ظل القانون 30/9 ان هذا الرئيس كيجي غير منتدب رئيس المكتب المديري كيعيلك. شحال من داز من الرئيس هنا بكرة السلة في العهد ديال 2015 لدابا شحال داز من الرئيس؟ واحد 6 ولا 7 وما كاينش ديك كونتينيتي ديال 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 العمل استادير الإدارة خاصها تكون واحد الكونتينيتي ديال الإدارة كيمشي رئيس وكيجي رئيس. هذا هو الاشكال ديال رئيس منتدب لان رئيس منتدب كيقول لك انا ودي غدا ولا بعد غدا حيت يقدر عاد ما يسلمش على ذاك الرئيس المكتب المديري الغد اللي كيقول له ودي انت ما بقيتيش معنا. دونك هنا كاين اشكال كبير هو ان رئيس الرؤساء ديال الفروع نرجعوا للقانون القديم انهم يكونوا منتخبين باش تكون المحاسبه تكون بزاف الامور وهذاك الرئيس كيقدر يشتغل لان كتتيح ليه واحد الفرصه انه كيشتغل كيقول لك انا رئيس منتدب واحد اربع سنوات الاولى والثانيه عنده واحد جوج ولايات ولكن فضل هذا الشيء اللي كنشوفوا دابا هذا الانتداب. دونك كنظن ان الرؤساء ما غاديش يبقاو يجتهدوا لا كيجي كيقول لك غدا ولا بعد غدا هذاك الرئيس ديال المكتب المديري يقول لي الله يعاونك راه كنزيد بحالي.